شايف شبرا طبعا مشهوره بالحاجات دي، كل سنه كريسماس ورمضان وكل سنه وانتم طيبين. كل يوم بنيجي هنا عشان نشتري حاجات بابا نويل، بجد وعجباني قوي الزينه السنه دي، ودايما يا رب يكتر من افراحنا. وانا وصاحبتي جايين نشتري مع بعض، جايبين شيء وحاجات حلوه وكمان حاجات يعني احجام، انا شايف احجام كبيره جدا، وبيجيبوا وجايبين حاجات تقدر تتركب يعني في حاجات احنا ما نقدرش نركبها اصلا. مستعدين جدا طبعا، عملنا شجره الكريسماس وجبنا لبس العيد، وهننزل بكره بالليل نصلي، وهنصلي يوم 6 ان شاء الله. انا بشوف اخواتنا المسلمين وهم بياخدوا الكريسماس، وبشوف المسيحيين وهم بياخدوا رمضان. الناس هنا شبره في حاجه خاصه كده، الناس كلها قابله ده وقابله ده، بتشوف في البلكونه الفانوس، بتشوف في البلكونه شجره الكريسماس. الناس زي ما انت شايف كده فرحانه بالشماريخ والنار اللي بتتضرب دلوقتي. المكان مميز والناس كلها متعوده على شبرا هنا ان في كريسماس وفي احتفالات.